قبل يومين صار كل من أنس وأصالة وفريق عملهم بدبي من بعد ما غادروا لوس أنجلوس للتحضير للمفاجآت الجديدة، فشفنا من خلال فلوجاتهم وستوريهاتهم كيف استقبلهم أسامة مروة وأصدقائهم من دبي بالمطار وكيف انتقلوا بسيارة ليموزين للبيت. فبعد يوم كامل من تواجدهم بدبي شاركوا وأخيرا وأعلنوا عن المفاجأة اللي خبوها عنا واللي حضروها لمتابعينهم لمدة 6 أشهر كاملة، حيث تمثلت في تور تحت شعار أنا صالة أون تور، حيث حيزوروا عدة بلدان عربية وحيلتقوا بمتابعينهم هناك. فصادف قدومهم لدبي تخطيهم لحاجز 13 مليون مشترك على يوتيوب، فشكرت أصالة المتابعين عن طريق ستوري علقت من خلاله بي: ما عم صدق وصلنا 13 مليون في عيد ميلادي، شو هاليوم المميز، بحبكم عائلة أنا صالة. أما أنس فشارك هالستوريهات حيث كان مع أحمد النشيط وأسامة مروة: عائلة أنا صالة صرنا 13 مليون، ناكل على 13 حيكون في شغله قويه وان شاء الله حنكون عندكم في كل دولكم، ولكن كمان على 14 في شغله عم نحضر لها من هلا. استنوا لا تقول لا تقول لا تقول لا تحكي ما بتعرف انا سو اصاله لعبت المفاجات كل يوم الثاني مفاجاه بس والله بتطلع حلوه بصراحه. اوكي شكلي حالغى الستوري. لا 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 حطه 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 صح على خير. عن جد شكرا كثير على تنصار، بحبكم كثير وان شاء الله الشغلات الجايه اجمل، وجد يوم من العمر انه وصلنا لهالعدد مع بعض. وي لاف يو سو ماتش. اما بخصوص عيد ميلاد اصاله فعايدها عدد كبير من اليوتيوبرز عبر الستوري على انستغرام، من بينهم ساره ملاس، سالي، اسامه مروه، نور ستارز ودايلر. اما انس فعملها بلوك للستوريهات على انستغرام لحتى ما تشوف انه عم بيحضن لمفاجاه بمناسبه عيد ميلادها. اوكي يا جماعه انا عامل هايد لا اصل على الستوري فهي ما حد تشوفها. كثير ممكن عم تسالوني ليش مطنش مرتك وما عم تقول لها عيد ميلاد سعيد وهابي بيرثدي. يا جماعه الموضوع اصلا انا اصلا عم حاول اني اغصبها وبطنشها لانه محضر لها مفاجاه قادمه قريبا جدا، فانتوا حدوا اعصابكم شوي لانه في شغلات كثير حلوه جايه. لا 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 لانه في شغل لا تقول لهم والله يوصلون الكلام لا تقولون. وبموضوع تاني الجمهور عم يتساءل بشكل كتير كبير عن السبب اللي منع غيث مروان وأنس وأصالة من اللقاء مع بعض رغم أنهم كتير قراب من بعض وكانت تربطهم علاقة جد قوية، وحط الجمهور احتمال خلافهم من بين الأسباب العديدة، خاصة بعد ما شاركت أم غيث ستوري عايدت فيه أصالة وبعدها تلته بستوري تاني بساعات مكتوب عليه: كن دائما جسرا يصلح بين الناس وإياك أن تكون حاجزا يفرق بينهم. فشو رأيكم أنتو؟ اكتبونا رأيكم بخانة التعليقات.